مسعود يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، سوف أقتلك. وإيش فطور؟ الساعة واحدة. شنو؟ يلا صباح خير. تكلم، تهد علي برا الكاميرا، برا الكاميرا قلت سلام صباح خير. هم ايش دخلهم في الموضوع اللي بيني وبينك؟ يعني ما هم فاكرين لهم. هم اللي بيفكون، يبي يمنعون، يمكن يقطوا لي ولا عيونهم دبرت منه ولا من. يتيم اخوك الصغير وتجرحني بالكلام. منين يتيم؟ متوفي بيك؟ ايه انا متوفي بيك، يتيم بعد. لا معلش، هو يتيم ومخرب. وانت يتيم ومكسر عود. اي حق كاسرين العود، حق المهندس فنان. يضبط الناس. الله يوفقك. زين؟ اللمبه اللي قرتوا عليها الضحك النهار. استوديوي ازمع، لمبه واحده. وش استوديوك؟ اعطى الوصل يقول وش؟ استوديو ازمع. والله انا جايكم دارت انكم مطعمكم. والبطور عليك الله يوفقك. بعد والله ما تطلعوا مع على الباب اللي معطيني علب. اصبر طيب، احنا كم واحد؟ احنا طالبين كله بيض كبير، خلاص ودي زباله ويغدي، خلاص ما يفضل. جاب النادى قلت بيض الله وجهك، شوف زين. جاء ذا قلت بيض ثاني، يلا مشي الامور. الطبق الثالث قال بيض، قلت انا مش عاد بيجيب بيض. ما عندهم ولا بيض. انا علمك هذا بيض دجاج وهذا بيض ديك. ديك لا بيض سويت الله يعينك. الرجال ترعى المواصل عظيم. يا صديقي عندكم بيض. اصبر باشد عدنا من المرة. شو عادي؟ لحد؟ لا محمد هو يطلب بس بيض صح؟ ما يعرف الا بيض. انت روي الصور عشان روي الصور. عجبتك الصور؟ ما عندهم فاصولين كانوا ايش تجدني؟ بيض بيض والله انا طلعت هون اعطيني اياها اكرام. بيض شعريه. حشر بالفول. تعال يا صديقي. حشر بالفول. شيل شيل. وينهم؟ شيل الفول. والله ما درت انها معهم. قلت لك طالب على الصور. تكفى يا احمد. بالله يا احمد احد بياكل شعيريه مع بيض. والله انا باكل انا. والله صل على النبي. والله محمد هاي شعيريه وهذا فول وهذا انبطه خبزه. انا شوف. اي تعرف عليك. والله طيب يا مسعود، لكن انا احس ما بلا بيض، الدنيا كلها بيض. قلت الرهيب ما اعرف هذا الصور وطلع فطور بيض صح. من اللي قدر يفطر؟ اقول لها من اللي قدر يفطر؟ صحنين ما مشكله. تفطر رز؟ لا بس صحنين بيض. سولف سولف سولف. كف يدك. ليه؟ صدق احنا بيض يا ولد. هذه ساعات
ابحد.